موضوع الجبهة الثورية ونبني ايه ونبنيه ازاي، طبعا موضوع مهم جدا. لما بنقول بناء تنظيم ما يعنيش بس بناء تنظيم للشرطيين الثوريين مثلا لوحده، يعني كل المجموعات اللي اتكلم عليها احمد، من حركات شبابية، من حركات ثورية، من تجمعات يسارية، من تجمعات بمختلف الوان الطيف، اللي عايزه تكمل الثوره واللي عايزه تهزم الثوره المضاده، لازم نشتغل مع بعض، لازم نكون اكبر جبهه واوسع جبهه ممكنه، بما فيها الاسلاميين، بما فيها القوى اللي بتسمي نفسها اسلاميه، لهزيمه الثوره المضاده ولهزيمه المؤسسه العسكريه ولهزيمه المخابرات اللي فجاه طلعت في، يعني فجاه بقت موجوده في الساحه ومن حقها انها تقبض علينا في الشوارع. لازم اوسع جبهه ممكنه، بس لما نقول اوسع جبهه ممكنه ما يعنيش على الاطلاق ان احنا نفقد استقلالنا، ما يعنيش على الاطلاق ان احنا نعمل تنازلات للقوه الاخرى اللي في الجبهه. احنا بنتفق على مطلب محدد، احنا هنرفض التعديلات الدستوريه اللي عاملها المجلس العسكري، احنا هنرفض فكره المجلس الدفاع الوطني، احنا هنرفض الطريقه اللي حل بيها البرلمان، احنا هنرفض الحاجات دي ونشتغل مع كل اللي رافضين الحاجات دي عشان نخلق اكبر قدر، اوسع قدر من الناس عشان نقدر نكسب المعركه. احنا مش هنكسب المعركه لوحدنا، احنا محتاجين اوسع كتله ممكنه، بس ده ما يعنيش ان احنا ما بنكملش في مشوارنا المستقل، ما بنكملش في بناء تنظيمنا الثوري المستقل اللي له وضوح على المستوى الطبقي ووضوح على مستوى المشروع الاجتماعي. في نقطة حوالين اللجان الشعبية اتكلم عليها احمد برضو، اتكلمت عليها دينا، فكرة انه اللجان الشعبية اتسيست زيادة عن اللزوم، بمعنى انها غرقت في الامور السياسية العامة وسابت ايه المطالب الجماهيرية المباشرة اللي هي كان ممكن تشتغل عليها. ده صحيح وده جزء من عملية اعادة الاحياء، يعني ميزة عملية اعادة احياء الاشكال اللي اتعملت في بداية الثورة ان احنا بنتعلم من اخطاء، بنتعلم من الاخطاء اللي وقعنا فيها. في فرصة دلوقتي لإعادة إحياء اللجان الشعبية بمختلف أشكالها، على أساس إنها تربط ما بين حاجتين وبعض، تربط ما بين المطالب المباشرة في الأحياء اللي هي ما حصلش فيها أي حاجة على الإطلاق، ولا كأن في ثورة ولا كأن في أي حاجة على الإطلاق، وما بين المطالب السياسية، يبتدي يبان الحاجتين جنب بعض، إنه عايزين ديمقراطية، عايزين برلمان منتخب، عايزين نهزم المجلس العسكري، وعايزين المجاري تتصلح، وعايزين كهرباء، وعايزين مدرسه تتبني، وعايزين مستشفى تتبني، ومستوصف تتبني، والحاجات المطالب الاساسيه. فقط ما بين بالربط ما بين الحاجتين دول ينفع ان احنا نتقدم، وينفع ان احنا نبني تنظيمات على الارض. نقطه المراكز العماليه، حلوان، المحله وغيره، المراكز طليعه الطبقه العامله بتتغير طول الوقت، حاجه ما هياش ثابته. مش عشان حلوان قامت في السبعينات فاتوقع ان حلوان هتقوم في القرن الجديد، مفيش. الطبقه العامله طول الوقت تكوينها بيتغير طول الوقت، اماكن تمركزها واماكن طلعتها بيتغير. ليه بيتغير؟ لان الراسماليه نفسها بتتغير. الطبقه العامله نتاج للراسماليه، كل ما الراسماليه بتتحرك من مكان لمكان ومن صناعه الى صناعه، الطبقه العامله ومراكزها بتتحرك من مكان لمكان ومن صناعه الى صناعه. فالفكره ان احنا نفهم فين طليعه الطبقه العامله. ليه السويس لعبت دور مركزي في الثورة المصرية؟ مش بس طبعا لتاريخها النضالي ضد الانجليز وضد اسرائيل والى اخره، كمان مهم جدا لانها بقت مركز اساسي من المراكز الجديدة للطبقة العاملة المصرية بسبب المواني، بسبب مليون حاجة حصلت في الرأسمالية خلت السويس تبان على خريطة الطبقة العاملة المصرية. لازم احنا نبقى صحيين للتغييرات اللي بتحصل في الطبقة العاملة ونعرف الطليعة الطليعة فين. والاهم من ده انك تخلق التنظيم القادر على الربط ما بين المواقع والصناعات المختلفه، ودي حاجه مش سهله، بتاخد وقت، ما ينفعش ان احنا نحبط ان احنا ما نظلش غير ليه لغايه دلوقتي ما فيش العمال مش متوحدين وبيعملوا اضراب معاه، كانها حاجه سهله يعني، لو كانت حاجه سهله كانت تنتهي الثوره المصريه بالنجاح من شهور. الموضوع صعب ومحتاج شغل جامد، محتاج دقه، محتاج صبر، ومحتاج روح نفس طويله. وده اللي بيخوف الواحد في اللحظات دي. انا ما ببصش قوي على تويتر وفيسبوك، بس يعني لما حد بيوريني اللي مكتوب فيهم يعني بلاقي ان في قدر كبير جدا من الاحباط والتخبط اللي انا فعلا مش شايف لهم اي سبب على الاطلاق. يعني احنا النهارده في مصر، سيبك من المجلس العسكري بيعمل ايه، امبارح مظاهرات مليونيه في القاهره واسكندريه والعديد من المحافظات،
النهارده خمس اضرابات عمليه ضخمه، بكره هيبقى في حشد ضخم مع نتائج الانتخابات الرئاسيه، بعد بكره هيبقى في مليونيه ضخمه في التحرير، معناه انه هيبقى في مليونيات تاني في التحرير، معناه انه هيبقى في اضرابات وتحركات في كل المناطق اللي في مصر. هل من المنطقي ان احنا نواجه ده بالاحباط؟ هل من المنطقي ان احنا يبقى ده كله ده بيحصل، الجماهير بتتحرك واحنا لا؟ اصل مفيش فرق بين الاخوان والعسكر وخلاص بقى، ما هي بقى قفلت بقى، مرسي زي غيره زي شفيق زي ده، موقف فعلا متعالي على الجماهير يعني بصراحه. يعني احنا محتاجين نبقى في وسط الجماهير، محتاجين نبقى بنناضل معاهم، وما ينفعش في اي لحظه ان احنا نحبط. الاحباط معناه ان احنا بنفقد ثقتنا في الجماهير، الجماهير اللي عملت معجزه الثوره المصريه، الجماهير اللي نزلت باعداد ما شفناهاش في التاريخ قبل كده. ما ينفعش نحبط للحظه. النقطه الاخيره موضوع كيفيه التنظيم. احنا مش بنخترع العجله من جديد، احنا في تراث طويل من اول ما قامت ثورات في العالم المعاصر من الثوره الفرنسيه لغايه النهارده اتبنى تنظيمات ثوريه، في تراث طويل تفصيلي بايه الاخطاء، بايه الحاجات اللي بتنجح، بايه الحاجات اللي بتبني، بايه الحاجات اللي بتفشل، بايه الحاجات المفيده، بايه الحاجات غير المفيده. احنا لازم نستوعب التراث ده كله ونبني على اساسه. احنا مش بنشتغل في الضلمه، احنا ورانا تراث طويل جدا، مش بس من النضال، من التضحيات الضخمه لبناء تنظيمات ثوريه في العالم اللي احنا فيه، بنبني على اساسها. جزء من ده ان احنا عارفين ان احنا محتاجين تنظيم اشتراكي ثوري مستقل برايه مستقله برايه واضحه بيشتغل احيانا في، ودي نقطه مهمه جدا، احنا بنستفيد من كل الفرص. احيانا الفرص دي بتبقى شرعيه زي انتخابات نستفيد منها، لو الجماهير مشاركه فيها نستفيد منها، نبقى موجودين في وسطهم، نتكلم معاهم عن الاشتراكيه في وسطهم وهم في الانتخابات، ونستفيد من الحاجات غير الشرعيه، ان احنا ننزل في المظاهرات، ان احنا بنوقف الطرق، ان احنا بنعمل اضرابات، ان احنا ما بنخافش من القوانين اللي ضد الاضرابات، ان احنا ما بنخافش من القوانين ايا كانت، وبنكسر القانون لما يبقى الجماهير بتكسر القوانين البرجوازيه اللي مطروحه، ومش هنخاف من القوانين الجديده اللي المجلس الاعلى هيطلعها، ومش هنخاف انه بيقول المخابرات هتقبض علينا مش هتقبض علينا. لو تفتكروا لما طلع القانون ضد الاضرابات في بدايات الثوره وقالوا هينزلوا بالشرطه العسكريه يعملوا ده، محدش خاف منهم، والاضرابات استمرت ما عرفوش يعملوا حاجه. برضو القوانين في حد ذاتها مش هتعمل حاجه، توازن القوه على الارض لو العمال اصروا على الاضرابات ولو الجماهير اصرت على نزول الميادين، مفيش قوانين في الدنيا هتقدر تمنعهم ولا توقفهم. محتاجين يعني لو بنتكلم على شكل التنظيم، محتاجين نبني تنظيم الاشتراكي الثوري المتماسك اللي واضح المعالم، ومحتاجين نبني الجبهه الثوريه الاوسع اللي اتكلمنا عنها دي، اللي بتضم كل اللي عايزين استمرار الثوره المصريه، كل اللي من مصلحتهم استمرار الثوره المصريه، منظمات شبابيه، لجان شعبيه، نقابات عماليه، روابط عماليه، لجان احياء، كل التشكيلات الجماهيريه اللي شايفه انه الثوره لا يمكن انها تقف عند النقطه دي، والثوره لا يمكن انها ترجع لورا، نجمعها ونخلق الجبهات اللي تقدر نقدر بيها ان احنا نواجه العسكر. انا في تقديري ان العسكر حاسبها غلط، لان العسكر خصوصا اللي ماسكين العسكر يعني قيادات العسكر جنرالات الكبار، لانهم بيحتقروا الجماهير، بيكرهوا الشعب المصري، عندهم كراهيه دفينه تجاه الشعب المصري، اي حد دخل الجيش المصري هيعرف ده، عندهم كراهيه للجنود، عندهم كراهيه للي تحت عموما، للجماهير العاديه عموما. الكراهيه دي بتعميهم عن قوه الجماهير. هم حاسبينها دلوقتي على انه جماهير انهكت تعبت وهتتراجع وهتخاف من تهديدات العسكر. احنا لازم نبقى بنزق في عكس السكه دي، ونثبت انه الجماهير مش خايفه من العسكر ومش هتخاف من العسكر. حوالين موضوع اخر نقطه هقولها قبل ما نكمل، في فرق ما بين ان احنا نجمع القوى الثوريه وما بين بعض القوى الليبراليه اللي هي لا تمت بصله بالثوره، منهم في تقديري انا يعني ممكن نختلف او نتفق على ده، احزاب زي حزب الدستور بتاع البرادعي، انا في تقديري ان حزب زي حزب الدستور ده فخ، ما
مش حزب هيلعب اي دور حقيقي في الثوره، بس ممكن ده يبقى قضيه للنقاش. الليبراليه اللي باين منها في اللحظه دي هيت انه في الاختيار ما بين الاسلام السياسي والعسكر هيختاروا العسكر، انه لما المحك لما نبقى على المحك اختيار القوة الليبرالية هيكون مع الاستقرار بمعنى استمرار حكم العسكر، ومش هيكون مع تحدي حكم العسكر، فخ بالمعنى ده.